السلام عليكم. النهاردة هبدأ أكمل الجزء اللي باقي في المنهج بتاعنا، اللي هو بيتكلم على الريفريجريتور أو الهيت بامب. الريفريجريتور والهيت بامب الهدف بتاعهم إن هم ينقلوا الحرارة ويحركوا الحرارة عكس المسار الطبيعي بتاعهم. وبالتالي إحنا هنلاحظ إن إحنا هنا عندنا المصدر البارد اللي هو الكول لدرجة الحرارة اللي هو القليلة، ومع ذلك بسحب الحرارة اللي اسمها QC باخدها منها وأنقل الحرارة للمصدر الهوت اللي هو الساخن. أنا هنا هطلع الـ QH بالمنظر ده عشان أقدر أنقل الحرارة عكس المسار الطبيعي بتاعها. فأنا هنا محتاج أدي ميكانيكال وورك، أحط بقى الورك هنا، أدخل أنا ميكانيكال وورك زي إيه، أو أحط إنرجي. الإنرجي دي بالنسبة لي لو أنا هبص للريفريجريتور هلاحظ إن أنا بشغلها بشغل الريفريجريتور أو التلاجة بشغلها بالإلكتريستي، الدفاية بشغلها ممكن بالكهرباء برضو، أو التكييف بشغله بالكهرباء. يعني إذا أنا هنا في energy in، بحط أنا energy علشان أقدر أنقل الحرارة عكس المسار الطبيعي بتاعي. تعالوا نعمل comparison سريعة كده ما بين الريفريجريتور والهيت بامب والهيت انجن اللي هي الآلة الحرارية اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، عشان نجمع القوانين اللي احنا محتاجينها كلها ونلم الموضوع كله وناخد بالنا من الفروقات بين التلاتة مع بعض. لو جينا نفتكر الهيت انجن، هنقول ان الهيت انجن كانت شغالة ما بين درجتين حرارة، اللي هي درجة الحرارة الكبيرة ودرجة الحرارة القليلة، والسايكل بتاعتنا بنرسمها بشكل دايرة كده عشان نفتكر انها شغالة على مسار مغلق. بنسحب حرارة QH من المصدر البارد ونطرد QC من المصدر الساخن دي للمصدر البارد، وبنطلع الميكانيكال وورك بتاعنا اللي هو الدبليو نت. ده هو التوتال وورك اللي احنا مشغلين الآلة الحرارية اصلا علشان نطلعه. يبقى في QH هنا هتبقى N، وفي QC هتبقى هي المطرودة، و TC درجة الحرارة القليلة او البارد، وهنا الهوت. طبعا كان بيبقى عندنا مين الحرارة المفقودة دي؟ دي هي الحرارة المطرودة او خارجة من السيستم بتاعنا، كانت بتبقى نيجاتيف. فكنا بنقول ان احنا هنعمل لها مودلس، واقدر او اجيب القيمه المطلقه بتاعتها، واقدر اطبق كونسرفيشن اوف انرجي واقول ان انا ما دام انا شغال على سايكل كامله، فدلتا اي تشينج في الانترنال انرجي بتاعي على سايكل بيكون بيساوي صفر. وبالتالي بتلاقي نفسك من على الرسم على طول تقدر تكتب الايكويشن اللي بتحكم الحاجات دي ازاي، انك تقول ادي انبوت، دي حاجه داخله كده، يبقى ادي الكيو اتش، ادي الحاجه الانرجي اللي دخلت الاله الحراريه، تساوي الاثنين الاوتبوت اللي خرجوا اللي هم دبليو نت بلس الكيو سي. وانت عارف ان انت شغال هنا كماجنتيودز، يعني انا مش هحط علامه الماجنتيود عند كيو سي على ان مفهوم ان خلاص هنا ده انا بشغال بالماجنتيود بتاع كيو سي. اي كيو سي اكتبها أنا أقصد بيها الماجنتيود. يبقى دبليو نت طلع كان بيساوي الـ QH ماينس الـ QC، وعرفنا الإفشنسي اللي هي كفاءة الآلة الحرارية أو الهيت إنجن، قلنا هي الديزايرد أوتبوت، هي الديزايرد أوتبوت، الأوتبوت اللي يهمني اللي أنا عايزه اللي هو الورك على الإنبوت، والإنبوت بتاعنا هنا كان هو الـ QH. فقلنا الكلام ده دبليو نت على ال QH، فوصلنا لشكل انه الافشنسي هي عباره 1 ماينس QC على QH. طبعا QC انا مفهوم ان احنا كله ماجنتيود، وده رقم لازم يطلع less than 1، ولو ضربته في 100 ابقى جبت الافشنسي كبرسنتج، نسبه مئويه. طيب دلوقتي ايه اللي احنا هنقوله بقى بالنسبه للريفريجريتور والهيت بامب؟ هنقول ان احنا عندنا دلوقتي سايكل وغاز ماشي على عكس الدوره الاولانيه دي تماما. يبقى الغاز ده المفروض السايكل شغال بيها هدفه ايه؟ هدفه ان هو ينقل الحراره زي ما بقول من المصدر البارد. يبقى انا هسحب كيو من هنا، هسحب كيو سي من البارد، وهطرد الكيو اتش للساخن. وعشان اقدر اعمل العمليه دي انا محتاج انه يبقى في ورك ان، يبقى هنا الانرجي الورك هيبقى ان. يبقى الورك ده علشان هو ان هنا هيبقى نيجاتيف، الورك ده هيبقى نيجاتيف، يعني الورك دان اون ذا سيستم. فهنا الورك نت ورك لازم يكون نيجاتيف. خلي بالك هنا النت ورك كان بيبقى خارج او اوتبوت،
فهو positive. طب وبالنسبة للهيت، الهيت أي هيت إن زي دي تبقى positive وأي هيت أوت تبقى negative. ففين الأوتبوت، فين الهيتس بتاعتنا اللي هتبقى positive ونيجاتيف؟ الكيو دي اللي هي الكيو سي اللي مسحوبة من درجة الحرارة الباردة أو درجة الحرارة القليلة هتبقى positive لأنها داخلة على الغاز بتاعنا هنا، والكيو اتش لأنها مطرودة هي اللي هتبقى نيجاتيف. فعشان كده مش هشغل بالي بقى خالص بالساينز دلوقتي، وهتكلم برضو على ان في equation بتحكم الماجنتيودز. خلاص انت عندك بقى حاجات بوزيتيف، ريح دماغك خالص من مين البوزيتيف ومين النيجاتيف. وهنقول ان احنا بنتكلم على دايما الماجنتيود، واحنا بنتكلم على الرسومات دي هنتكلم دايما على ماجنتيود. يعني دي كده الكيو اتش دي هتبقى نيجاتيف لانها مطروده من الغاز، ودي المره دي دلوقتي هي اللي هتبقى بوزيتيف. بس احنا لو بنتكلم عن ماجنتيودز هتلاقي نفسك تقدر تكتب نفس الإكويشن. يبقى احنا هنا اللي عندنا ده هو ريفريجيريتور او هيت بام، والكيو والاتش والدبليو بنرسمهم بالاسهم بالطريقه دي. الورك هنا لازم يكون ان، انا لازم ادي انرجي عشان اقدر اعمل اني انقل الحراره عكس المسار الطبيعي بتاعها. فهنقول مين الاثنين الان اهو، ده الدبليو نت بلس الكيو سي في الحاله دي، الاثنين الان بيساوي الاوتبوت اللي هو الكيو اتش. يبقى هتلاقي نفسك تقدر تكتب انه الدبليو نت هو عباره عن مين؟ هو عباره عن الكيو اتش ماينس كيو سي. خلي بالك انا خلاص زي ما قلت شغاله بماجنتيودز، شغاله بماجنتيودز، خلاص مش هفكر ان انا مع كل علامه اقعد اعمل ماجنتيود ماجنتيود، خلاص مفهوم ان هنا هنشتغل كلهم ماجنتيودز. طيب هل هنقدر هنا كتبنا الايكويشن اهي، هتلاحظ ان دي زي دي بالظبط. The same equation، احنا مش محتاجين نحفظ لكل واحدة حاجة، هو هنا الورك نت اهو، هنا الورك نت اهو، هو نفس الايكويشن بالظبط، QH minus QC، وهنا QH minus QC. طب هل هنا في efficiency؟ لا، في حالة الريفريجريتور والهيت بامب، we do not define ال efficiency، الكفاءة مش متعرفة في الحالة دي. أمال هنعرف إيه؟ بنعرف حاجة اسمها coefficient of performance. coefficient of performance. مين هو ده؟ يعني بالعربي يعني معامل الأداء. يعني الـ coefficient ده بيبين لي الأداء أو الـ performance بتاع الـ device بتاعي ده كويس ولا وحش. عشان كده أنا هاجي دلوقتي أقول لو أنا عايز أعرف الـ COP أو الـ coefficient of performance للـ refrigerator، اي سي او بي كوفيشنت اوف بيرفورمانس، نقدر نكتب له معادله شبه بالظبط بتاعت الايتا. بس مش هنقول اوتبوت على انبوت، احنا هنقول ديزايرد. ديزايرد يعني المرغوب او اللي احنا عايزينه على الانبوت. ديزايرد على الانبوت. طب مين الانبوت؟ الانبوت اصلا دايما ثابت، اللي هو الانرجي اللي انت مديها خارجي دي، هي دي الحاجه اللي انت بتدفعها، هي دي الكهرباء اللي انت بتشغل بيها الثلاجه، هي دي الكهرباء اللي انت بتشغل بيها التكييف. يبقى انت عندك تحت كده دايما الدبليو نت، التوتال انرجي اللي انت بتديها وبتدفعها. طب مين الديزاير؟ الديزاير ده بقى هيفرق على حسب انا شغال على ريفريجريتور ولا هيت بامب. هو انا هدفي ايه؟ انا مين الديزاير ده؟ مين الاوتبوت اللي مش اوتبوت، مش شرط تكون اوتبوت، مين الديزاير ده؟ مين الحاجه اللي بتهمني؟ لو انا ريفريجريتور ثلاجه اهوت وعايز اسقع الاكل كده خلاص، فانا بسحب منه كيو سي، ثلاجه بتاخد الحراره من الاكل البارد تطرده للاتموسفير، رغم ان الاتموسفير بره درجه حرارته اعلى من الثلاجه، لكن كل ما سحبت كيو سي اكبر كل ما كانت ريفريجريتور كويس. يبقى الديزاير ده هنا بالنسبه لي في حالتي هنا هو هيبقى الكيو سي. الكيو سي او لو تكييف برضو، التكييف زيه زي الريفريجريتور، بياخد الحراره من الروم من الاوضه ويطردها للشارع بره، رغم ان درجه حراره الاوضه ممكن تكون اقل من درجه حراره الشارع، لكنه بيعمل العمليه دي. وكل ما يسحب كيو سي اكبر كل ما يبقى تكييف كويس او ريفريجريتور كويس. يبقى احنا لو خدنا الايكويشن دي وعوضنا عن دبليو نت، هنعوض عن دبليو نت اللي احنا كتبناه فوق ده، يبقى السي او بي بتاع الريفريجريتور هتطلع له معادله ظريفه قوي، هيطلع كيو سي على كيو اتش
minus Q. UH minus Q. خلي بالك إن COP هو دايماً كمية positive، يعني لو واحد طلع COP negative تبقى كارثة، يبقى أكيد في كارثة عملها علشان يطلع COP negative. طيب مين الـ COP التاني اللي إحنا عايزين نعرفه؟ آه عايزين نعرف الـ COP بتاع الـ heat pump. اللي هي إيه الـ heat pump؟ الـ heat pump دي يعني المضخة الحرارية زي الدفاية كده، عايز تدفي مكان، عايز تودي له حرارة أكبر، يبقى الـ heat pump دي هتبقى بالنسبة لك أنت مهتم قوي ويهمك إن الـ QH تبقى maximized، تبقى كبيرة، كل ما الدفاية دي تدفي إزاي إنها تودي حرارة للمكان الدافي. أوكي، يبقى الـ QH كل ما تزيد يبقى أنا هنا الـ coefficient of performance برضه هو نفس الـ desire، حكاية إنه الـ desired، بس الـ desired دلوقتي أو المفضل بالنسبة لي أو المرغوب بالنسبة لي هو الـ QH على مين؟ على الـ W net برضه اللي أنا بدفعه واللي أنا بديه عشان أشغل الآلة دي، الـ input ما يتغيرش. يبقى لو عدت عن الـ W net هلاقي إنه هيطلع لي QH على QH minus Q. يبقى المعادلة دي والمعادلة دي من السهل جدا حفظهم هما الاثنين، لأنهم الاثنين شبه بعض، والفرق الوحيد زي اللي إحنا شايفينه دلوقتي هو مين اللي عندي فوق. لو انا بتكلم على ريفريجريتور فيعني اي كير اباوت كيو سي، ولو انا بتكلم على هيت بامب فانا كل اللي بدور عليه ان انا اسخن الدنيا اكتر، فبدور على الكيو اتش انها تبقى كبيره. طيب ايه اللي احنا اتكلمنا عليه تاني لما اتكلمنا على الاله الحراريه او الهيت انجن؟ كنا اتكلمنا على شكلها على البي في دياجرام، قلنا البي في دياجرام كان شكلها عليه عامل ازاي. لو فاكرين السايكل بتاعت كارنو بالذات كنا اتكلمنا عليها وشرحنا كتير، قلنا عندنا اثنين اكسبانشن، واحد ادياباتيك واحد ايزوثيرمال وراه واحد ادياباتيك. وخلي بالك ان انت في الاكسبانشن ده بتعمل بوزيتيف ورك، البوزيتيف ورك ده اللي هو الاريا دي كلها، ادي البوزيتيف ورك اللي انت بتعمله وانت رايح المشوار ده. وبعدين بنكمل السايكل بتاعتنا ازاي، كنا بنرجع كده بايزوثيرمال كومبريشن وبعدين ادياباتيك كومبريشن. طب واحنا راجعين هنا في نيجاتيف ورك على المسارات الحمراء دي، يبقى في نيجاتيف ورك هنا وفي بوزيتيف ورك على المسار اللي فوق، وبالتالي النت ورك بتاعنا التوتال ورك او المحصل النهائي هو الاريا الانكلوزد، خلاص ده هو دبليو نت وكان بوزيتيف. طب امتى الورك بقى ما يبقاش بوزيتيف؟ الورك لما ما يكونش بوزيتيف امتى؟ لو المسارات اللي فوق دي اللي هي بتجيب لي الورك الكبير قلبت الاتجاه بتاعها، في الحاله دي ان الورك الكبير هو اللي هيبقى نيجاتيف فيطلع التوتال ورك نيجاتيف. يبقى انا الهيت انجن او الاله الحراريه هلاحظ المسارات دي هتلاقي ان هي كلوك وايز. لو انت لقيت المسارات بتاعتك كلوك وايز تعرف ان انت شغال على هيت انجن، تعرف ان انت شغال على اله. يبقى الاله بتاعتي شغاله ازاي؟ شغاله على كلوك وايز، مسارات تتبع عقارب الساعه. طيب لو شفنا بقى الوضع بتاع الهيت بامب او الريفريجريتور، الاثنين هيشتغلوا على نفس المسارات بالظبط، مش هيبقى في فرق ما بينهم، هيبقى الفرق بس ان هو لازم يقول لي هو عايز هو ناوي يشغل البتاعه دي هيت بامب ولا هيشغلها ريفريجريتور عشان اعرف احسب السي او بي هيفرق معايا ازاي. وبالتالي هنا هتلاحظ ان المسارات اللي فوق هما شكلا بالظبط زي الاولاني، بس اللي هيفرق السهم بتاعي. لا السهم هنا هيبقى كده، السهم اسهم عكس دي بالظبط، بحيث ان انا هنا كومبريشن وهنا كومبريشن، فالكومبريشن ده عامل لي الاريا دي كلها نيجاتيف ورك، الورك هنا نيجاتيف كل الاريا البيربل دي. وبعدين احنا عاملين ازاي المسارات بتاعتنا بقى؟ هنعمل مسارات تانية لون تاني عشان ما نلخبطش الدنيا، هنلاقي نفسنا راجعين كده وراجعين كده، ده اللي بيعمل لي بوزيتيف ورك. البوزيتيف ورك قليل وانا راجع بعمل بوزيتيف ورك قليل، ده بوزيتيف ورك قليل. يبقى التوتال ورك هيبقى شكله عامل ازاي؟ التوتال ورك هيبقى هو الاريا الانكلوزد، هو الاريا اللي موجوده في النص هنا كده، بس الساين بتاعته ايه؟ دبليو نت نيجاتيف. يبقى ده هنا محتاج انرجي، انا اللي بديله انرجي، في ورك دان اون، الورك دان اون اكبر،
يبقى السايكل لما تبقى شغالة بالمنظر ده اللي هو anti clockwise عكس عقارب الساعة anti clockwise، هعرف ان انا شغال على refrigerator، هعرف ان انا شغال على refrigerator او heat pump او heat pump. طب ما انا عارف ان انا لما كنت بشتغل على المسارات بتاعة كارنولا وانا عارف ان انا شغال على كارنو كان بيبقى عندي كونديشن حلو قوي وظريف قوي اللي هو بتاع ان QH على QC هي نفسها TH على TC، ده مش هيتغير. يبقى الافيشنسي كانت بتطلع لو انا شغال على كارنو 1 ماينس TC على TH. هنا هقول لك نفس الكلام معاك هو هو، تقدر تطبقه هنا برضو، بس انت هنا ما عندكش حاجة اسمها efficiency، عندك COP في حالة الريفريجيريتور هتبقى شكلها TC على TH minus TC، وعندك COP في حالة الهيت بامب. أنا بستخدم المعادلات اللي هنا دي على فكرة، بستخدم المعادلتين دول، بس بدل الـ Q أقدر أحط إيه؟ أقدر أحط Q على Q هي T على T، فهتلاقي نفسك تقدر تستخدم TH على TH minus TC. الحتة المهمة اللي أنا عايز أقولها هنا هي إيه؟ إن أنت تحت الـ temperature difference ده TH minus TC ما يفرقش معاك هو سيليزيوس ولا كلفن، فرق درجات الحرارة ما يفرقش هي سيليزيوس ولا كلفن، فتقدر تعملها بأي بأي واحد من دول، أي يونت من دول، لكن هنا الـ TC دي لازم تكون بالكلفن، الـ TH دي لازم تكون بالكلفن، الـ TC اللي فوق هنا لازم تكون بالكلفن، الـ TH اللي تحت دي لازم تكون بالكلفن، واضح؟ طيب يبقى إذا إحنا الـ difference ما بين two temperatures ما بيفرقش معايا هي سيليزيوس ولا كلفن، لكن لو عندي T بس ظاهرة لوحدها دي I have to لازم تبقى بالنسبة لي بالإيه؟ بالكلفن. المرة الجاية في الفيديو الجاي هخلص الانترو إن شاء الله، وأقول لكم دلوقتي thank you، وأرجو أن يكون ملخص مفيد بالنسبة لكم. السلام عليكم ورحمة الله.